نازلة جنطة فاليو سيت من لانكوم. تخيلوا أن مجموع الأغراض اللي فيها يمكن 100 وشيء مسوينا ب 26 دينار، يعني كأنك أنت تدفعين مسكرة ومنظف بس، وباقي الأغراض كلها تطلع لك فري. حبيتها. ليش قلت لهم أبي أنزلها؟ حسيتها حلوة حق السفر. خلنا أوريكم الأغراض اللي فيها. طبعا هذا كله يكون موجود داخل هذه الجنطة، اللي هو المنظف مع المسكرة وحمرة وهم بعد مسكرة ثانية، كحل، مزيل ميك اب مال العين. هذا كله مسوينا فاليو سيت ب 26 دينار اي مع الجنطة مالته. صراحة لابج حلو حق السفر، وتعرفون احلى من مسكرات لانكوم مستحيل تلقون. حبيت اراويكم البوكس الجديد اللي موجود في بوتيكات. طبعا هذا حصريا في بوتيكات، وهذا احدث اصدارات لانكوم. طبعا هذا البوكس وايد عجيب. شوفوا كم شغله داخله. 1 2 3 4 5 6 7 8 عباره عن 8 قطع. انتوا اساسا شارين هذا، راح تشترون هذيل الثلاثه. اوكي، هذيل الثلاثه عباره عن المسكره وكحل ومزيل مكياج، وراح تحصلون مجانا على هالخمس قطع. طبعا هذه احجامهم صغيره مني، عباره عن قلم كحل مسكره. زين، مثل ما قلت لكم عباره عن قلم كحل مسكره مزيل مكياج، كذلك حجم صغير، وخافي عيوب اللي هو الكونسيلر وحمره. طبعا اللي يميز هالمجموعه واللي يميز الاختيارات ان هذا الكحل مضاد للماء، اوكي، ويتم لفتره 24 ساعة ما يخترب إن شاء الله. والمسكرة إن هي كثيفة تكثف الرموش، زائد إن هي ما تتكتل على الرموش وما تطبع من تحت، بسرعة تنشف، وكذلك اللي هي مضادة للماء. بالنسبة لمزيل المكياج، مزيل المكياج ميزته للبشرة الحساسة والعيون الحساسة، خصوصا حق العيون اللي تحط عدسات وايد، أو اللي اللي عيونها حساسة، يعني مو المفروض إن أي شيء يدش داخل عينها. هذا المستحضر طبي خصيصا مصنوع عشان هذه الحالات من الحساسية الخاصة بالبشرة. مجموعة حلوة كاملة متكاملة، سعرها وايد حلو. مثل ما انتم عارفين ان لانكوم من الماركات اللي هي النمبر 1 اللي هي بالصفوف الاولى. سعر هذا البوكس 26 دينار ونص فقط. سعرات الحمرة الموجودة في الطقم هذا ترى تصلح هدايا حق البنات، وايادي حلوة حق الخريجات المتخرجات توهم، وتصلح هدية حق صديقتك. هذا كحل وهذه ماسكرته، وهذا منظف في البشرة الصغير. بس بوريكم شيء، هذا استخدمه يجنن يجنن يجنن، يوخر الماسكرة المقاومة للماء، وكذلك الكحل وكل شيء، وينظف البشرة عدل ويخلي لمستها مخملية. فالحلو انه جاي كبير وصغير اي وقت تستخدمينه، وهذا مخفي عيوب يجنن. هذا من لانكوم، هو كان سر من أسراري، لكن هالمرة ما راح أسكت، راح أفصح عنه. فعلا تحطينه قبل المكياج حلو حق بشرتك، وكحل، فجاي طقم كامل يصلح للهدايا يا بنات، وعليه خسارة.